بعض الأولاد يحبون اللعب في الخارج، وهناك من يفضلون اللعب في الداخل. البعض يحبون سرد القصص، والبعض يفضلون الاستماع للقصص. هنالك الذين هم أطول من الآخرين، وهناك أولاد هم أقصر من أولاد آخرين في جيلهم. أولئك يأتون إلينا للمركز الطبي ونحن نفحص وضع الهرمونات عندهم في الجسم. ما هو الهرمون؟ الهرمون هو مادة ينتجها الدماغ ويسير إلى الدورة الدموية. هذه المادة تساعد الجسم بأن يكبر ويطول كلما نكبر. كيف تتم عملية فحص وضع الهرمونات في الجسم؟ أولاً، مهم أن تعلم بأن الفحص سيستغرق 5 ساعات، وفقط بعد الانتهاء مسموح الأكل، لذلك تحلوا بالصبر واستريحوا. يوصى شرب الكثير من الماء قبل وفي وقت الفحص. جاهزون؟ فلنبدأ! في البداية ستقيس الممرضة وزنكم. هيا اصعد اصعدي. وثم تقيس طولكم. الوقوف منتصب. وفي الأخير ضغط الدم. أعتذر إذا كنت أضغط قليلاً. والآن هيا إلى السرير. مرحبا، اسمي وينفلون، قصدار وردي طرفي، وأنت ستشعر بكرزة صغيرة. سيبقى القصدار الوردي بيدكم حتى نهاية الفحص، وعن طريقه سنسحب عينات الدم. والآن ستأخذون أرجينين حمض أميني عن طريق القصدار الوردي بكيس السوائل لمدة نصف ساعة. خلال الفحص يمكن أن يظهر احمرار وشعور بالحكة في منطقة تعاطي الدواء. في حال حدوث ذلك يرجى عدم القلق أو التوتر، فقط نادوا الممرضة وهي ستفحص المنطقة. نصف ساعة بعد الإبرة بالضبط ستأتي ممرضة وتأخذ عينة أخرى عن طريق الوينفلون القصدار الوريدي، ثم تستريحون نصف ساعة أخرى، وثم عينة أخرى، ثم تستريحون نصف ساعة أخرى، وهكذا لعدة مرات. هذا الجزء لا يؤلم أبداً. مرت 5 ساعات، أخذت الممرضة عينة الدم الأخيرة وانتهى الفحص. حان الوقت للأكل والشرب، فأنتم تذكرون بأنكم صائمون منذ ليلة أمس. وهذا هو، انتهينا، أنتم مسرحون. شكراً لأنكم كنتم هادئين. نتمنى لكم نهاراً سعيداً. طاقم العلاج اليومي للأطفال.